الدراما لها تأثيرات كثيرة على الناس. يعني اليوم يمكن في ناس وصلوا إلى مرحلة الإدمان قبال التلفزيون للمسلسلات اللي قاعد تنعرض، وتلاقي يمكن من القنوات من مسلسل إلى مسلسل ومن عمل درامي إلى عمل درامي، لدرجة أن يمكن البعض قام يتقمص حتى الشخصيات اللي قاعد يشوفها في هذه الأعمال. شنو تأثيرات الدراما على الأسر، على الشباب، البنات، الأطفال، حتى كبار السن؟ كثير من الأسئلة راح نتكلم عنها في هذا الموضوع مع ضيفتنا في هذه الفقرة الدكتورة إيمان القطان، وهي استشاري أسري وتربوي وموجه شخصي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. العافية دكتورة. مساك الله بالنور. هلا دكتورة. إذا ناخذ بداية تأثير الدراما على مختلف أنواع الأسرة، يعني ناخذ الكبار والصغار والشباب وأيضا البنات. بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكركم على هذه الاستضافة، أنا سعيدة جدا معاكم. طبعا بالنسبة للدراما تأثر على كل أفراد الأسرة، سواء كان طفل، سواء كان مراهق، سواء كان رب الأسرة زوج، سواء كان ربة الأسرة الزوجة أو الأكبر سنا مثل ما قلت، فلا تأثير على جميع أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم وشخصياتهم، يأثر عليهم كلهم طبعا. نعم، لكن إذا نشوف الطرح الدرامي بالذات في هذا الوقت، هل الطريقة اللي قاعد يتم فيها هذا الطرح تناسب الأسرة بأكملها؟ يعني من ناحية المشاهد، من ناحية القصص اللي قاعدة تدار من خلال هذه الأعمال، تناسب الأسر؟ للأسف الشديد الحين الدراما دخلت كل البيوت عن طريق طبعا القنوات الفضائية اللي ما لها عدد ولا لها حد، لها أول ما لها آخر. وما لها آخر طبعا. للأسف الشديد إن العرض الدرامي لما يعرضونه، ما بيقول الجميع، ما بيقول كل الدراما، كل البرامج وكل المسلسلات، لكن في البعض لا يراعي ان الاسره فيها مختلف الاعمار، فيها اطفال، فيها مراهقين، فيها شباب، فيها زوج وفيها زوجه قاعدين يطالعون، فتشوف المسلسل او العمل الدرامي ما يتناسب مع جميع الاعمار. في فتره من الفترات تلقى الاسره كلها قاعده تشوف هذا العمل الدرامي وهذا المسلسل او هذا البرنامج اللي معروض. فللاسف الشديد إنه ما قاعد يراعي جميع الأعمار، الطفل شنو يبي، المراهق شنو يبي، الكبير شنو يبي. فعندك الطفل لما يشوف دراما ودراما تكون مو مناسبة لعمره، شنو اللي قاعد يصير؟ الطفل شو يسوي؟ الطفل يتعلم قيم من اللي يشوفه، سواء كان في بيته في الأسرة أو من البرامج التلفزيونية اللي قاعد. سلوكيات وبعض الكلمات. طبعًا هو يأخذ قيم وبعدين يطلعها على شكل سلوكيات، حتى الألفاظ اللي قاعد يسمعها يكررها مرة ثانية. وللأسف تلقى أسر تبني وتغرس قيم زينة، أي الطفل يطالع هالمسلسلات يكتسب قيم أخرى، فيصير عنده تناقض بين القيم. أيه الصح؟ أيه اللي أنا أطبقه؟ أيه اللي أتعلمه؟ أيه الصحيح؟ فهذا بالنسبة للطفل. خلينا ننتقل حق المراهق، الشاب والفتاة. الشاب والفتاة في هذا العمر، هذا العمر اللي تو بادية بيعرف أنا منو، هويتي أنا شنو، تو بيتعرف على نفسه وعلى شخصيته وعلى ذاته. صحيح. فيشوف قدامه هذه البرامج اللي قد تكون غير هادفة وفيها عنف وفيها مواقف. في الغالب يطلع المراهق بالأعمال الدرامية والمسلسلات، في الغالب ما نقول كل، في الغالب يطلع بلبس غريب طبعاً، يطلع بقصة شعر غريبة طبعاً، يطلع حتى بألفاظ وطريقة وتعامل مع الكبار أمه وأبوه بطريقة يعني وكأنه تعليم. ما هو هذا يتعلم منه بعض المرات. هو يدور قدوة الحين في هذا العمر، شي يدور؟ يدور قدوة. وين قاعد يلقاها؟ اللي قاعد يشوفه على طول يشوف في هذه المسلسلات الفنانين، الممثل والممثلة بطريقة مثل ما تفضلت، قصة الشعر، طريقة اللبس، الألفاظ اللي تلفظونها. فشنو يقوم يسوي؟ خلص تكون هذه هو خذاها يستخدمها في حياته العادية، في بيته مع أصدقائهم، مع أمهم، مع أبوهم. فهذا جدا خطير بالنسبة للمراهق، إنه هو يحب يقلد، يحب اللي يشوفه يبي يقلده. نعم. ويعتبره كأنه شيء، هذا الصح، كأنه قدوة، هذا الواقع، يأخذ يعني قدوة ويطبق اللي هذا يقوله. قدوة. في نقطة وايد مهمة، إن المشاهد سواء كان بأي عمر لما يقعد يطالع التلفزيون، وحتى إحنا الكبار نطالع التلفزيون بطريقة لا واعية. فبطريقة لا واعية شنو معناتها؟ معناتها العقل الباطن قاعد يخزن وايد أشياء من البرامج هذه. فالخطورة وين؟ أتي على
العمر الصغير وعمر المراهقين، لأنهم بعدهم ما يعون شنو الصح وشنو الغلط، فلما صحيح. يدخل يخزن هذه المعلومات ويتعلمها يبتدي شو يسوي؟ تتحول إلى جزء من سلوكياته في الحياة اليومية، شلون يتعامل مع مدرسينه، شلون تتعامل مع مدرساتها، صديقاتهم وأصدقائهم، أسرهم، أمهم، أبوهم، أهلهم، حتى كلمات تشوف كلمات كانت ما كانت موجودة عندنا، ولكن للأسف الشديد بسبب هالبرامج اللي قاعدة تعرض الغير جيدة والغير هادفة، ورد نقول هناك برامج جيدة وهادفة، قاموا يقولون كلمات أول مرة نسمعها. يعني حتى التأثير يمكن اليوم دكتورة وصل إلى كبار السن، يعني الأمهات والآباء، ناس كبار بالسن كان من المفترض أن يهتمون بعيالهم أكثر من أن يهتمون بمتابعة بعض صحيح. المسلسلات وبعض الأعمال والبرامج. هل اليوم التأثير وصل للكبار بحيث أنه غير من أطباعهم، بحيث أنه عطى بعض الإهمال أو جزء من الإهمال حتى لدورهم الأسري؟ بصراحة يعني لما تشوف زوجة ربة أسرة تتابع للأسف في مسلسلات حلقاتها يمكن فوق الـ200 وفوق الـ300 وتكون خلاص أدمنت هذا، تقعد سنة ونص تقريبا أو سنة ونص وأكثر يمكن، وتكون هي أدمنت هذا المسلسل، ما تقدر تقول وتنطره، تنطر الوقت اللي يعرض فيه، تنطر وقت الإعادة اللي يعرض فيها، فهذا شنو خذت؟ هذا خذ جزء من حياتها الأسرية، خذ جزء من تربيتها العيالة، خاصة الأم اللي عندها أطفال بحاجة لها، أطفال صغار، مراهقين يحتاجونها، وقت زوجها يعني وايد ياخذ منهم وقت صراحة. وبعدين شنو اللي قاعد يصير؟ سواء كانت لدراما خليجية أو دراما يعني عربية أو مسلسلات حتى أجنبية، إن هي تشوف شنو قاعد يصير في هذه الدراما، خاصة في إذا كان أسرة في مواقف، هذا الزوج شنو يسوي حق زوجته، هذا الزوج شنو يعطي زوجته، شلون يتعامل مع زوجته، قد تكون هي تفتقر لهذه الأشياء، فهني يصير في مشكلة أسرية. بما أني استشارية أسرية يعني أركز وايد على الأسرة، حتى الزوج لما يقعد يطالع هذه المسلسلات ويقضي وقت عليها يقارن بين الممثلة اللي تمثل وبين أم عياله. أم عياله، ليش أم عيالي مو كذي؟ يعني ما يقول والله هذا تمثيل وهذا مو صحيح طول الوقت هي هذه، لكن يبتدي يقارن بين هذه الممثلة وزوجته ويصير بينها في ناس عانوا يمكن بالواقع فعلا. يعني يمكن أذكر شخص تكلم عن هالموضوع بأن يعني قال مرته، قال لها ترى هذا تمثيل، يعني هذا مو صدق اللي قاعد تشوفينه، كله تمثيل، بالواقع هذا مو موجود. صح. لأن بعض النساء أو بعض الرجال ممكن يتخيل أن هذا واقع، ليش أنا ما أعيشه مثل ما أعيش الفنان الفلاني أو غيره. يعني عندنا استطلاع، أنا أتذكر يعني أنا حس آخر مسلسل تركي يعني اللي يمكن اللي يذكرون اللي قبلي نور ومهند، هذا أنا الوحيد اللي تابعته، يعني كل الزوجات يبون أزواجهم مهند، ما ادري اذا اسمه مهند ولا لا، يمكن اقصد، والازواج يبون زوجاتهم نور، يعني وهذا مو واقع، هذا مو صح، يعني هذا مو شيء، فسبب خلافات، سبب حالات حتى انفصال بسبب هالامور اللي صارت بين دكتوره. الميل والتركيز على بعض الاشياء من خلال الاعمال الدراميه، اشياء واقعيه نقول، ما نقول احنا انها مو صدق، اشياء واقعيه ولكن سيئه في المجتمع موجوده، التركيز عليها في بعض الاعمال الدراميه والمسلسلات وتسليط الضوء عليها بما انها اشياء مو طالعه للناس وكثير من الناس تجهلها وما تعرفها. لما تخلي الناس كلهم يدرون عن هالشيء ويعرفون هالشيء السيء وممكن البعض ينجرف وراه. صحيح. هل هذا الشيء سيء بالنسبه للناس ولا ايجابي ممكن انه يعلمهم هالاشياء السيئه انه يبتعدون عنها؟ بالنسبه للدراما اللي قاعدين يعرضون هذه الدراما او حتى شركات الانتاج، هم يقولون احنا قاعدين نعرض واقع، اوكي انت قاعد تعرض واقع، ولكن هذا مو كل الواقع، هو جزء بسيط من الواقع، بس انتم قاعدين تركزون عليه، واي شيء نركز عليه راح يطلع ويزيد، يعني الناس خلاص عرفت ان هذا ويعيشونه فعلا كأن هذا الواقع وماكو شيء زين. يعني يا ريت لما يعرضون هذا كجزء واقع يبينون ايضا الجزء الاخر، الجزء الجميل من الحياه، الواقع ما هو كله عنف والفاظ مزينه او يعني مواقف سيئه، او انه ما هو بس مثاليه، حتى المثاليه هذه جزء فقط من الواقع، ما هي كل الواقع. يعني في وايد اشياء بالواقع ايجابيه، ايجابيه طبعا. يعني انت لما تعرض هالاشياء المواقف
الناس حسبها لها هذا صج. يعني مثلا على سبيل المثال خلينا نقول لما خيانة زوجية مثلا عندهم بس ان الزوج ما عنده الا هذه خيانة زوجية، زوج مثلا وايد عصبي على عياله او يتلفظ بالفاظ مو زينة، خلاص يحطون ان ابوه لازم يكون هذه الفاظه وها طريقته في التعامل مع ابنائه. ومواقف كثيرة يعني ما لها حصر اذا نقولها يعني. نعم. وبعد دكتورة يعني مشاهد العنف الزائدة واستخدام الطرق الملتوية يعني للوصول إلى الهدف والنجاح في هذا الشيء، هذا هم بعد له تأثير على المشاهد؟ وايد له تأثير، وخاصة على المراهقين الشباب الصغار، لما يشوف أنه والله أنا لما ألف وأدور بطريقة ملتوية وأحصل اللي أبيه حسبها للدنيا لازم تمشي كذي، فتشوفهم يتصرفون هذه التصرفات في حياتهم اليومية ويستخدمون طرق ملتوية وطرق عنيفة. خليني أعطيك مثال، مثلا بالشارع لما تشوف شخص خذ موقف والشخص الآخر يفترض أنه هو هذا الموقف من حقه، شنو اللي قاعد يصير؟ يعني تشوف ممكن أنه ينزل ويصير بينهم شجار، أحيانا وصل إلى جريمة قتل بسبب باركن. بسبب باركينج شفنا صحيح. بسبب باركينج هذا من شنو؟ هذا بسبب بسبب اللي يشوفونه من هالمواقف العنيفه والدراما العنيفه، حسبها لا انا اذا اخذ حقي لازم اخذ بهالطريقه. غير كذي شباب يقول لك هذا خزني، شنو صار؟ هم صارت جرائم وصارت صحيح. شجارات ومستشفيات وعنايه مركزه بسبب نظره قد ما تعني شيء هالنظره صحيح. ولكن انا تعلمت ان انا ما حد ينظر لي هالنظره هذه الدنيا. من وين شافوها؟ شافوها من هالبرامج والمسلسلات اللي قاعدين يطالعونها. نعم. للاسف الشديد يعني دكتوره، يمكن بعد يعني عدم اظهار المسيئين بشكل غير صحيح او غير جميل للمشاهد، واظهار دائما الشخص الطيب في الغالب يكون هو ضحيه، وهذا الشخص السيء هو اللي ينتصر في النهايه وهو اللي ياخذ البطولة، أو هو اللي يعني يكون الشخص المنتصر صاحب الانتصار في نهاية المطاف. هذا شنو ممكن يبني شخصيات للناس اللي قاعدة تتابع مثل هذه الأعمال؟ للأسف تصير في بعض المسلسلات وفي بعض البرامج، هذا شنو يخلي شخصيته أن أنا ماكو رادع لو أسوي شيء بالنهاية أنا الفايز، خاصة إذا ما حد اكتشف اللي أنا أسويه، فأنا أسوي اللي أسويه مدام ما في عقوبة. هو في عقوبة لكن هو بنظره من المسلسلات اللي شافها يعتقد انه ما في عقوبه، فيأثر وايد يأثر على شخصيتهم ويحسسهم انه خلينا نسوي، ماكو قانون، ماكو عقوبه، ما في شيء يردعنا. قاعدين نشوفه بالمسلسلات، والمسلسلات ايش تحكي؟ تحكي واقع بنظرهم، تحكي واقع، ومثل ما قلت لك ما تحكي كامل الواقع، تحكي جزئية فقط من الواقع، وللأسف يركزون على الجزئية السلبية ويخلون الجزئية الإيجابية اللي لها مساحة كبيرة ممكن تأثر تأثير إيجابي على شبابنا وعلى أطفالنا وعلى الأزواج وعلى الزوجات وكل أفراد الأسرة. وفعلا يمكن كثير من الأعمال أو عدد من الأعمال دائما يتكلمون بأن القصص واقعية، يعني من واقع المجتمع، فهذا الشيء اللي يعطي فكرة عند الناس بأن هذا اللي ممكن انا اسويه، هذا هو هذا اللي انا او هذا اللي انا ممكن بالضبط اعيشه. بالضبط، لانه دائما قصه واقعيه. نعم. لما انت تسمع قصه واقعيه شنو يصير؟ تاخذها وخليني اقول لك شغله، العقل الباطن دائما ياخذ الاشياء بصوره شخصيه يطبقها على نفسه، يشوف الشيء تعتبر جزء من حياته. مثل ما قلت لك احنا دائما نشاهد البرامج والمسلسلات بطريقه لا واعيه، اقعد خلاص الوعي كأنه يكون على جنب شوية، كل شيء يدخل بصورة لواعية، وهذا فيها خطورة جدا. في شغلة يمكن المشاهدين اسمعوا عنها أو ما سمعوا عنها اسمها السبليمينال، وهذه وايد يستخدمونها بالمسلسلات وبالبرامج. شنو سبليمينال؟ سبليمينال شغلة تطلع بسرعة العقل الواعي ما يلقطها، ما يدركها. منو اللي يدركها؟ العقل الباطن أو العقل اللاواقع، يخزنها على طول. دام منه خزنها تصير جزء من ذاكرته ويفتح لها ملف ويبتدي اي موقف في الحياه مشابه لهذا الموقف اللي صار يستخدم ان كانها الفاظ، ان كانها كلمات، ان كانها سلوكيات، كل اللي شافه ومخزن عنده راح يطلعه. وهذا جزء، وهالجزئيه جدا خطيره، جزئيه السبلمنت. يمكن اخذنا دكتوره جوانب سلبيه، لكن خلينا ناخذ الجانب الايجابي بالنسبه للاعمال الدراميه والمسلسلات والبرامج. وين الجانب الإيجابي اللي ممكن يتأثر فيه المجتمع
بأنه ممكن يستفيد من هذه الأعمال، شلون نقدر نستفيد منها؟ نقدر نستفيد منها طبعا، وخاصة أنها يعني الكل قاعد يطالع البرامج والكل قاعد يطالع المسلسلات. يعني خلني أقول لك مثلا، اللي ما يطالعه على شاشة التلفزيون وين يطالعه؟ يشوفه في الآيباد. اللي ما يشوفه بالآيباد يشوفه في الموبايل، اللي مو في الموبايل على جهاز الكمبيوتر. فالكل قاعد يشوف كل شيء، سواء رضينا أو ما رضينا، سواء الأهل يدرون أو ما يدرون، فكل أفراد الأسرة قاعدين يشاهدون الشيء اللي يبونه. هني أنا أقدر أسوي أشياء هادفة يستفيد منها كل أفراد الأسرة. ويصير أنا قبل لا ندخل الحين على التسجيل كنت أدردش مع المعد، ممكن يسوون تدريس، ممكن يكون بالبرامج المادة كلها التعليمية ممكن أسويها على شكل قصة، على شكل مسلسل. هني الطالب سواء كان طفل صغير في المدرسة أو تو يدخل أو حتى ولو مراهق، لما يشوف هذه المسلسلات كلها نفس اللي قاعد يدرسها ونفس اللي قاعد ياخذها وفيها تغرس قيم. احنا هني محتاجين شنو؟ محتاجين القيم. القيم وين يتعلمها الطفل؟ يتعلمها وهو صغير. هني يبتدي يمتص القيم من وين ما كان، من المدرسة، من الأسرة، من المسلسلات، من المحيط. متى يبتدي يطلع القيم؟ لا كبر شوية، تعدى مرحلة الطفولة، يبتدي يطبقها. أنا تعلمتها أبتدي أطبقها. فللأسف الشديد إذا ما غرست قيم صحيحة وقيم عليا في الطفل والمراهق راح يصير تأثيرها على المجتمع جدا سيء. وإحنا قاعد نشوف حالات، ما نبي نعمم، ما في تعميم، في أشياء سيئة قاعدين نشوفها بالمجتمع إلى جانب الأشياء الزينة، لكن نقدر نغرس قيم رائعة من خلال البرامج، نقدر نعلم دروس هادفة من خلال هذه. دور الإعلام والشاشة دور كبير جدا، يعني كبير ومؤثر بنسبة تكاد تكون الأكبر. أكبر حتى اليوم، أكبر حتى يمكن من الأسرة بالنسبة للمراهق وحتى الطفل وحتى الكبار. دكتورة، في من يلوم على الآباء والأمهات دائما من ناحية هالدور، إنه لازم يكون في دور رقابي لهم على أبنائهم وبناتهم، يشوفونهم شو اللي قاعد يطلعونه، لازم يحجب عنهم نقول شاشات معينة أو برامج معينة، مسلسلات معينة. هل اليوم واجب دور الرقابة للوالدين، وشلون يقدرون يراقبون أبنائهم ويحافظون عليهم من هالأشياء السلبية اللي ممكن يشوفونها؟ شوف، كلمة رقابة حلوة أوكي، لكن تبي تقولي الأم والأبو يقدرون يراقبون عيالهم طول الوقت؟ مستحيل. مستحيل مستحيل يراقبونهم، لكن حلو إنه يراقبونهم، بس ما راح يقدرون مثل ما قلنا آيفون، آيباد، لابتوب، كمبيوتر، تلفزيون، يراقبون شنو ولا شنو؟ شيلحق متى ولا متى؟ يعني متى أراقب؟ أراقب الظهر، أراقب العصر، أراقب شنو الحين اللي راح يصير؟ إحنا خاصة الجيل الحين ما شاء الله عليهم أصبح وايد بسبب هاللي يشوفونه عندهم وعي أكثر من قبل. هني عشان تراقب، عشان تسوي دور هالمراقب، لازم تفهمه، تقول له شنو، مو بس تراقبه، مو ممنوع وأسكر وأشيل، شلت التلفزيون فتحت شيء ثاني، شلته. وأصلا إذا منعت راح يكون عنده فضول إنه يشوف أكثر من اللي أنت تمنعني، راح أشوف أكثر. مو عندي في البيت، عند صديقي، عند صديقتي، بس راح أشوف. لكن لما يفهم، تقعد معاه وتفهمه ليش أنا قاعد أقول هالكلام، وتعطيه خيارات وبدائل، هذا يسوي كذي كذي، وأنت كيفك، هذه خيارات، أنت تحب تسوي كذي، هني إيش تزرع عنده، هني شنو تسوي، أعطيته رقابة ذاتية. طبعا مع ذكر نفسي. مع ذكر رب العالمين، نعم. وشنو المكافآت اللي نحصلها إذا إحنا راقبنا نفسنا ذاتيا، هني عطيتها رقابة ذاتية. متى ما صار عنده رقابة ذاتية، ما تقول لي يقول هذا هو أصلا، بس يشوف شيء ما يصلح له راح يعرف إن هذا ما يصلح لي، من غير حتى ما يكون عليه إكس ولا، راح يتعلم. أما لكن إن تجبره ولا يمكن. دكتورة إيمان، وصلنا إلى نهاية الفقرة، إذا في كلمة أخيرة حابة تقولينها في نهاية هذا اللقاء، ومثل ما نقول إحنا دائما يعني دور الإعلام دور راقي وجميل جدا، نتمنى يكون بالشكل العام والكامل دائما مفيد للناس، شنو تقولين بآخر الحلقة؟ صراحة فعلا إحنا نبي الدور الإعلامي، دور هالبرامج يفعلونها أكثر بطريقة إيجابية حتى يستفيد المجتمع. نعول إحنا بشكل كبير على الفنانين، هم فنانين ومحترمين ونقدرهم، بس يا ريت لما يعرضون شيء
يعرضون او يتفقون مع شركات الانتاج، مع الكتاب، مع المؤلفين، مع اللي يضعون هذه البرامج كلها، ان نبي نخدم جميع فئات المجتمع. نعرض مشكله اوكي، لكن لما نعرضها نعرضها بصوره ما تسيء للطفل ولا تسيء للمراهق ولا ايضا تسيء للاسره كزوج وزوجه واب وام. نعرضها بصوره هادفه، نبين الخطا، ثم نعطي الشيء الصح، نعطي العلاج، ونركز على البرامج اللي تغرس قيم. احنا استاذي الفاضل الحين محتاجين غرس قيم عليا، لما تكون عندنا قيم عليا صدقني سلوكيات ينصلح المجتمع كله، ينصلح سلوكيات المراهقين، الشباب، البنات، راح يكون شيء رائع. حتى لو يشوفون شو يشوفون، ما هم قاعدين يسافرون ويشوفون اشكال والوان، لكن عندي قيم عليا ما يهمني. صحيح. انا اسوي اللي انا انزرع فيني واللي انغرس فيني راح اطبقه. واحنا نقول يعني ونأكد دائما نقول ان بعض الاعمال ممكن تكون اعمال فيها اشياء تضر بالمجتمع، ولكن بشكل عام عندنا الكثير من الاعمال الايجابيه، الاعمال اللي فيها فعلا فائده لمجتمعنا بشكل عام. اشكرك صحيح. جدا دكتوره ايمال قطان، كل الشكر لك على هذه الفقره، نشوفك ان شاء الله في فقرات قادمه من سلام الكويت ان شاء الله باذن الله. شكرا لك. مشاهدينا انتهت الفقره، عندنا الفقره الاخيره، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا.